أبناء هذه البلاد المملكة العربية السعودية وشبابها، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك سمو وزير الداخلية والجهات الأمنية في يقظة تامة، ويميزها في هذه الحملة الحزم بالنصاد لكل من يريد النيل من أمن وعقول وشباب هذه البلاد المباركة. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وشكرا للزملاء على إيلاء هذه القضية، شكر لزملائنا في وكالة رئاسة الشؤون الفكرية، وكذلك الزملاء في الشؤون الإثرائية، وكذلك الدكتور بدر الفريح، وضيفنا الدكتور صلاح المنشاوي وهو الحقيقة العميد صاحب الخبرة واستشاري السمو قبل المخدرات على الفرد والمجتمع، وأيضا العلامات الدالة على التعاطي والتحذير منها، وأيضا الحث على الأسباب الوقائية والعلاجية والتوعية الثقافية والفكرية وسبل الوقاية وأهمية الكشف والعلاج، ولهذا من أهم ما ينبغي الحقيقة الحرص عليه أيضا الفحص لكل موظف ولكل عامل.